تعالوا بقى نعمل الهريسه بتاعتنا. هريسه سريعه قوي بس سريع، هريسه مش حاره. عندي فلفل احمر وعندي ملح، فلفل وزيت طبعا للغمر يعني. بصوا بقى حبايبي، انا هستخدم في الهريسه ملح خشن عشان ايه ما تنزلش نسبه ميه كتير بالملح الناعم ده. خلاص هشيل كده. تعالوا بقى نقول المقادير، نزلوا لنا المقادير يا حبايب قلبي. عندنا فلفل احمر رومي، الفلفل، وعندنا معلقتين ونص كبار من الملح، وعندنا زيت. حلو الكلام؟ طيب كلام جميل زي بوجي. انا هحط بقى شويه الفلفل دول معلش عليهم اللي انا ما حطيتهمش مع الليمون عشان بقى ايه تبقى الحبه حلوين كده، ربنا ايه كريم. طيب انا بجيب الفلفل. اولا انا عايزه اقول لحضراتكم على فكره، تعملوا بيها الفلفل ده وتاكلوه تستمتعوا بيه جدا، بس انا طبعا يعني ايه يعني للامانه لازم اقولها، اول مرحله في الفلفل الرومي لو انتوا عايزين تستمتعوا بيه زي بره بالظبط وزي اللي بيتباع غالي في البرطمانات، حضراتكم عرضوه للشمس. يعني هنجيب الفلفله ونفتحها وتتفتح كده زي الصفحه، ونبدا نحطها على ورق خبز ونحطها تحت الشمس ونغطي بقى بشاشه او بحاجه تتقلص شويه. عارفين الفلفل لما نحطه تحت الشمس او الطماطم يدبل، يدبل كده ويعمل كده التكشكش بتاعته، الجلده بتاعته، هو ده، ده تجفيف. وممكن في الفرن برضو اذا يعني مش عايزين تنتظروا وقت طويل، في الفرن على حراره متوسطه 150 مثلا، ونبدا ايه نحطه كده ويبقى تمام. هناخده هنبدا نفرمه في الكبه، في الكبه مش في الهاند بلندر، مش في الخلاط، لانه مش عايزينه سايل، احنا عايزين يبقى فيه زي كده. شايفين حضراتكم مجروش، مجروش، والكبه الوحيده اللي بتتحكم في القصه دي. انا بقى حط معاه فصين ثوم مفرومين، انا هحط معاها فصين ثوم مفرومين جرشتهم معاها، ده للطعم بقى. وبعدين هاخد كده من الملح، حطيت عليها من الملح اهو وقلبت عشان وسبتها شويه على جنب بعد ما شويتها في الفرن، وبعد او بعد تحت الشمس مثلا، وبعدين خدتها فرمتها وبعد في الكبه، وبعدين حطيت عليها الملح زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام، بسيبها شويه بتسرد ميه، شايفين الميه دي؟ هصفيها بقى، هصفيها وهاخدها معايا، اجيب البرطمان وهحتاج المصفى. ايوه، عشان مصفى يدويه كده ايه اصفي فيها سبوله، عشان اوري حضراتكم هاخد كده مصفى واصفي في البوله دي كميه الفلفل. تسلم ايدك يا محمد، حط هنا كده اهو، لازم الفلفل ده يتصفى كويس. طبعا اللي مضروب ده على الني غير اللي معمول في المشوي، غير كل الوصفات اللي احنا ممكن نديها حقها. حتى الطماطم المجففه بتبقى رائعه ما بتتجفف في الفرن بصراحه، احلى طماطم عشان كده هي غاليه. الصلصه لو تشوفوا تجفيفها في تركيا في تحت الشمس بيبقى معمول ازاي، الصلصه اللي هي معجون الطماطم من الطماطم من عصير الطماطم، بسيطه وناس بسيطه جدا، يمكن في الضيعات او اللي هم بيتقال عليهم زي القرى عندنا كده، بس بيعملوا حاجات مش قادره اقول لكم. بصوا لازم تتصفى. عايزه اقول لكم بقى الفلفل الاحمر ده اللي هو البارد ده، عايزه اقول لكم رائع. عايز يعمل حار او يدمج معاهم مثلا قرنين او ثلاثه من الاحمر الحار، اعملوا كده لو حضراتكم عايزين. هنتكلم بقى عن فوائده دلوقتي، اللي هو فيه فيتامينز عاليه جدا، في بي 6 وفي مغنيسيوم، عايزه اقول لكم غني بفيتامين سي برضو، بيقلل من التوتر والقلق، وفي نسبه ميه حلوه، وفي فيتامين الف. هو الاحمر والاصفر والاخضر نفس يعني هتلاقوهم الفوائد واحده، بس الولاد بيحبوا ده عشان هو فيه نسبه ميه وطعمه مسكر شويه، تقدروا تاكلوه لوحده كده. عايزه اقول لكم ده بقى بيخلي الغده الدرقيه تشتغل وتحرق كويس جدا، الفلفل الرومي ده حلو قوي. طيب تعالوا بقى كده احنا صفينا، هنبدا بقى ايه نحط الخليط بتاعنا. طبعا ده مليان الياف،
بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى عايزه اقول لكم رائعه. عايزين بقى تعملوا منها حاره، عايزين تعملوا منها بارده، اللي يناسب حضراتكم اعملوا. بسم الله. طبعا فكره التجفيف الاولى في الفرن دي مهمه جدا، او الشمس، الشمس دي احلى حاجه في الدنيا، نعمه من نعم ربنا. وكتير ناس بتعتمد عليها على فكره، واحنا في الصيف يعني، عشان كده بقول لحضراتكم ايه، في وصفات في الصيف تستغلوها في فصل الصيف، زي البسطرمه. اللي عايز يعمل بسطرمه ويعملها صح وتتجفف في 3 ايام يعمل البسطرمه في فصل الصيف. تعالوا بقى نغمر البتاعه بتاعتنا القمر دي، الهريسه دي، بالزيت بقى. شايفين ازاي؟ لازم تنزل الفقاقيع دي، لازم تطلع الهواء اللي فيها كله. اهو سيبوها كده، شايفين الفقاقيع اللي طالعه دي؟ طلع من جناب اهو، ده علشان تطلع كل فقاعات الهواء. وبرده هجهز الكيس الثلاجه، وهتبقى في الثلاجه، ولما حضراتكم تاخدوا من اي برطمان صلصه او حاجه دايما نزلوا الحروف من الجناب كده، مش بايديكم، بمعلقه، وحطوا شويه زيت واقلبوا البرطمان على وشه عشان ما يعفنش، ان بيبقى في حاجات طالعه في الجوانب ما بتشوفوهاش، لو دي عفنت بتعفن اللي جوه البرطمان، فدايما نتعلم ده. وحطوا منديل او حاجه تحته فما يسربش، اقفلوه حلو. انا بشطف البرطمان وانس اني استخدمته، اغسله بالاسبونجه وامسحه كويس، اخليه نظيف، لما اجي امسكه تاني ما يتزفلطش من ايدي يقع. يعني في حاجات كده الواحد لازم يعلمها لاولاده، حتى يعني ازاي اتعامل مع الحاجه دي جوه المطبخ عشان تفضل نظيفه. حتى بتاعه التوابل اللي انا بستخدمها، سواء اللي هي فيها فلفل او كده، وايديا كانت مبصمه لا قدر، لو انا بطبخ مثلا ايدي كان فيها بصل فيها حاجه، لازم امسحها حلو وانضفها عشان تتشال نظيفه. طيب انا دلوقتي